طيب ناخد ام كريم. ام كريم اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. انا كنت مقول يعني حماتي كانت تعبانه ومعايا غابت فتره، يعني ما كانتش بتقوم ولا بتخش الحمام كده، وجت ما كنتش بنقدر يعني نوديها كل صاله. هل هي لها ذنب عندي؟ انت ما كنتيش بتوضيها كل صلاة؟ كل صلاة يعني وهي كانت كانش ساعات بتوضيها. تتيمم وساعات تتوضى، بس يعني ما كنتش بنقدر ندخلها الحمام يعني. يعني انت في اوقات ما كنتش بتقدري تعينيها على الوضوء، ايوه بتبقي مشغولة مثلا بحاجة بتاع، فهي يعني كانت بتصلي على مش على الشغل، بالتيمم. هي ما كنتش بنقدر انني نشيلها ندخلها او كده. ما بتقدريش كصحة، ما عندكيش الصحة اللي تقدري. ان هي ما كانتش ايوه بتتحرك خالص، ما كانتش بتمشي. لا هي وانتي كنتي بتشيليها مثلا تدخليها اوقات واوقات ما بتقدريش. انا كنت بنوضاها وهي قاعده مكانها يعني، بس النظافه الداخليه دي ما كنتش بنقدر ندخلها كلهم. هي ما زالت موجودة؟ لا هي توفت من سنه كده. الله ربنا يرحمها. يرحمها. طيب حاضر. نعم اي حاضر، معلش لو سؤال كمان مؤرخ، اتفضلي. يعني جوزي وعيالي بصلوش، عايزاكي تدعي لهم ربنا يهديه. حاضر، ربنا يهديهم يا رب. حاضر. الصلاة هو ربنا يجزيها كل خير أولا. طبعا كل من أعان ضعيفا يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيكون في عونه بعد دي ذلك رسالة لكل للمكالمة إنسان. اللي قبل دي، بالضبط، يعني يا رب تكوني كل سامعانا. كل من يعين ضعيف، لأن الرحمة عند الضعفاء، ورفع البلوى عند الضعفاء، وجلب الخير عند الضعفاء. كلما رأينا ضعيفا فأعناه على أمور حياته، اعلم بأن الله يعينك. صحيح وده في نصوص كثيرة حتى في الحيوان، لو لقينا حيوان وأعناه على طعامه أو شرابه أو إيوائه من البرد، سبحان الله ربنا بيكرمنا. وأحد الصالحين مات وجاء ذلك في ترجمته، ولكني أنا نسيت اسمه. هذا الرجل مات فوقف بين يدي الله، رؤية في المنام، قالوا ما فعل الله بك يا فلان؟ قال أدخلني الجنة. قلنا له بما؟ بصلاتك، بصومك، بعلمك. قال لا، نظرت يوما من الباب فوجدت قطة في عز البرد أو في لحظة البرد ترتجف، فأخذت ثوبي فغطيتها، فغفر الله لي وأدخلني الجنة بسببها، عشان قطة. إذا ما بالنا بقى بالإنسان طبعا. لما نلاقي واحد ضعيف ونعينه ونقضي له حاجته. فربنا إن شاء الله هيكرمك ويكرم كل إنسان بيقف بجوار الضعيف سواء قريب أو بعيد. صحيح. نعم.